السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بنر لورد 2. والله اشتقنا، حسبي الله على من كان السبب. نكبونا بالتحديث الأخير اللي نزلوه، شوفوا معاناة الشعب بالله عليكم، والله كلهم بلس ون بلس ون بلس ون. طبعا أول واحد يشكي معاناته ويقول التحديث البسيط اللي نزل واللي كان من شأنه أنه يطفي علينا الدبلوماسية، مود الدبلوماسية، ونكبني ونكب آلاف مثل ما تلاحظون. ولكن أخيرا رجعت بنر لورد بحلتها الجميلة بمود الدبلوماسية. وانتد كيف جبته؟ كيف سويت؟ ما راح أعلمكم، كل حلقة أقول لكم حطوا لي لايك. ما تبغون الحين راح دور يلا رويني كيف أجيب مود الدبلوماسية. تعبت، بحط لكم الرابط في الوصف يا شباب، كله عليكم انكم تحذفون من الفولدر حق المودز مود الدبلوماسية القديم وتثبتون هذا مكانه. وطبعا البثر لب نزل له برضو تحديث، فلازم الشغلتين هذه تبدلونهم في ملف المودات. طبعا في نهاية الحلقة الأخيرة قلت لكم وش رايكم بنسوي، وراح استعرض هذا الشيء في الحلقة الجاية وراح اسويه. جتني طبعا كومنتات كثير، الله يعطيكم العافية على الاقتراحات كلها. انا اشوف انك تستجمع قوتك وقوات القادة اللي معك وتهجم على الحمر عشان تستنزفهم في حربهم مع الساوث، وانا معك في هذا الشيء، لان الساوث جالس يداعمهم من اليسار وانا داعبهم من اليمين، او من هنا من اليمين، كلنا من جهة اليمين. المهم ان جيشهم بيكون مشغول في الهجوم على المملكة الساوثية. لما تخلي كورتر ماستر نفس شخصيتك الرئيسية تقريبا عشان يزيد عندك الستورد، واشوف ما فعلت خاصية الهيلر. انا اذكر اني دخلت عشان اخصص الهيلر اللي هي هذه تالية، انا لو تذكر استدعيتها بعدين حطيتها سيرجن. والسكاوت صح هذه استدعيتها بس نسيت ما احطها سكاوت، اصلا جايبها هذا الكومبانيون عشان سكاوت، واول كومبانيون اجيبه الظاهر. برضه نفس الشيء يقول لي لا تفرج عن السجناء، هذا برضه استفسار ثاني حطيته، اذا بتفرج افرج عن الضعيف مو بالقوي. والله بالعكس انا خالفك في هذا الشيء. ليه؟ لان الحين لو جينا عند الفالنديان وشوفنا السترينج، خلاص انا حددت اقوى ثلاث ان هذا اللي بحاول اضمهم، وغالبا اقوى ثلاث بيكون عندهم الكاسل ومدينه، وهذا عنده ما شاء الله تبارك الله كوياز من العرب. وادرم جاي يحارشني، راح ارجع مدينتك يا وسخ. فهذا الثلاث المفتاحين والبردتين والاسد، هذا الثلاث اللي بحاول اركز عليهم. هذا كنا شعر تشيلسي ولا؟ اوه طبعا هذه يا شباب انا توني الاحظ اردونارد، هذا اللي هو الحاكم تبع المملكه الفلندية هذه الحمراء، فيستحيل اني اخذ هذا اقوى شيء. فخلنا ناخذ الشعار الثالث اللي هو الصليب ما نبيه، خلنا ناخذ الاسد هذا ابو سيفين. فالضعيف راح اسدنه، والممالك الكبيرة هذه بحاول ازيد علاقاتي معاها لعل وعسى يمديني اسحبهم. شوف توك تو مي هذه يا شباب، كنت اعفس انا نسيت ما اطفي المود. في مود ثاني بحط لكم رابطه اذا ما ضبطت معاكم حركة الدبلوماسية، في مود بس خاص بالسند مسج ولكن توك تو مي كانها اتصال، فنفس الوظيفة تقريبا. وش رايكم نجربه؟ سيرفك ويل توك تو يو سون. اعيد واكرر هذا مو هو بنفس ميزات الدبلوماسية بس في له الرسائل، عشان تعرفون ايش كثر فرفرت والله قبل اصور هذه الحلقة عشان ارجع الدبلوماسية. هلا بالوحش، وش اخبارك؟ كيف العرب والعربان؟ وش رايك تاخذ لك اشي حمير عندنا؟ لا والله فيه، خذ لك 10. هل زادت العلاقة 2؟ وش رايك؟ او نوت لسن ان ارمي. هذا الارمي هذا اللي اعطيه فيفرت، هذا نفرد به بعدين كذا في زاويه. الهي ايش المصابين هذا اللي عندي، 11 مصاب وكريت ارمي، خلاص يا حبيبي الدسباند. كانت سيبير هذه استعدناها في نهايه الحلقه. يور سيتلمنت رانسم اندر اتاك. لا اله الا الله، انا ما وقفت حروب ولا ايش السالفه؟ ييو الخوزيت ريبل، تعال انا معي المود يا حبيبي. بيس يا رب بالدبلوماسيه يا اخي. الحين نروح نتخلص من الستورجين، نرسل له مرسول نعطيه فرصه على بال احنا في الطريق. معاه 169 ستيورد، هذه 58 سيء، 148 حلو، و 168 جميل جدا. لا والله بنرسل له رساله، علاقه سالب 10 بس ما عليه، مقارنه بالقوه اتوقع راح يرضى. اخر محاوله لك قبل الموت. اي هيرتك سيبير، اي وصلت العلوم، تجي ولا ناخذ قلعتك بعد؟ ما راح اعطيك شيء، خلها بالسالب. ام هبي اونر اوف سيبر، حبيبي انا اللي ماخذها. ليه 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 اوتوماتيك ما ادري ايش هذا يا خاسي. المدن بعيده عن خشومكم، هذا اتفاق بيني وبينكم البدايه. وات ذا هيل مان راجن فاد. الو يا طيب، والله اني مقبل جايك يا يمه، هذه الطناخه طناختي يا طيب. وين اراضيك؟ وين رايحين ندافعون عن القلعه؟ والله لا اخبزكم، وين بوابه القلعه؟ خلنا بتحبس لهم هنا بحيث انهم ما يقدرون يدخلون. دخلوا، اي والله البوابه هناك. ايو كم دفعات؟ 327. طيب نسوي سيج على بال ما يجوا الربعي. يور ريليشن شيب ديكريست، جعلها ما ارتفعت. يا سلام، البتر لب عدلوها الحين صار يمديك تشوف القلاع والمعاناة هذيك انتهت. هالمرة
مثل ما قلتوا لي في الكومنتات انتظر الاكل. اوف 18 يوم والله كثير يا شباب، والله كثير. بس عندنا ضربة اربعة وصراحة نجيشهم. اوه نسيت ما اسوي شو اسمه ذا السواليف الزايدة حقي. طيب الحين بشغلهم كلهم مع بعض. طبعا في واحد يدمج علي وخلهم يتجالدون. شوف السور كيف بخليه لين يدمر عشان نشوف وش راح يفرق. هنا السور تدمر لو تلاحظون. اوكي على اليسار بروكن، الله اكبر. الحين يدخلون سلام سلام، ما يحتاج سلالم ولا يحتاج شيء. الاكل مطول مره، 14 يوم باقي فبدرعم. اوه فتحنا يا سلام، دمرنا السور تدمير رهيب. ولا في مكان الارشرز يوقفون، والله جميل جدا. خلنا بس نتاكد انه في الليل نخش في النهار. وهات النهار هات ونقول بسم الله. هذا كان للاسف سبب موت الكثير من الجنود، بسبب جهلي اني اقدر ادمر السور مو بس ادمر دفاعاتهم. والله لو اشكركم لين بكره، ما اوفيكم حقكم. ايوه الله اكبر الله اكبر. والله يا شباب بالخيل الحين نعطيها نطه يا اخي. معاناة والله العظيم، يوم ما تكون فاهم اللعبه معاناة. حط الجنرالات اوتو ديبلوي ونقول بسم الله. طبعا الاوتو ديبلوي كانك تقول اف 6. يا سلام شوف كيف والكثر وشغال يا اخي. يا لب المودات يا اخي. سلام عليكم. لا والله لا 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 والله لا 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 يا اخي. اشتغل يا ولد اشتغل اشتغل المنجنير. شفت كيف زابلين؟ اول كانوا فوق زي ال، شفت كيف بلع؟ خربيته ما مات. خذ له هيد شوت يا رجال. وينكم؟ شغال الاسهم. شوف كيف يا بديت القلب انا هذا. خلاص دامك بتموت موت بشرف يا اخي تعال. ايش الرخص هذا؟ ايش الرخص هذا؟ نمسحكم كذا، اقل شيء مملكتكم او القلعه الاخيره هذه لوجودكم. ايوه حمستهم انا الظاهر بالخطبه هذه. وخر هناك والله اعطاني على عيني. خلوه هذا خلوه، معنويه عاليه والله والله المعنويه عاليه. يا اخي الاسم رهيبة والله. تلوموني يا شباب، يا والله اشتقت المعارك اقسم بالله. يا طيب الو هذا جاه سهم دخل راسه من ورا ولا كيف؟ اوه خطير زابن متحبس الواحد. تعرف نظام الاونلاين يوم تكون زابن تعطي وضعية اللي مشيت خلاص غيرت مكانك. شوف الحمير، والله الحمار يبقى حمار. والله الحمار يبقى حمار وانت بكرامة. فاتحكم فتعتين في السور. يا اخي اقسم بالله ايش اساميكم انتم؟ بتاني نظام؟ والله الحمار يبقى حمار. هذا اللي يقول لك حافظ مش فاهم، عرفت؟ ربعكم داخل. خلاص انت خلاص يا ولد. خلاص. مات والله قتلوا ذيابه. هذاك ميت ترى بس تكيته كذا يناظر عرفت؟ اللحظات الأخيرة من عمره. والحل مع الحمير يا شباب. اوكي هذول فاهمين. بتاني الرام. كلهم بتاني الرام صح؟ ولا ويكسرون البوابة الأولية ويروحون ها؟ بلا وين راحوا؟ 11 كل الله أكبر. سهم الانتصار من زمان والله. 51 يموتون ليه؟ ليه؟ حرام واحد يموت هذا. تعال يا وسخ. وات هذا فيلادور اللي كان مع اللي كان معها اخر قلعتين على اليسار ولا لا؟ يا ما حاولنا فيك يا ما حاولنا فيك. ريليشن شيب كم الحين؟ 16. شوف من كثر القردنه اللي قردنت اياها. الحين نبغى نعلن رسميا ان ايش باقي لهم؟ اوكي هذا الليدر ايش عنده؟ رولر اوف ستورديا. مين ستورديا؟ لازم نقتل جيوشهم يعني ونجيبهم سجناء ولا ما يمسحون؟ انا على بالي خلاص ما يمتسحون. ستورديا از بروبوس بيس وذ يخسي يخسي. راح نحارب كل كلب فيكم نشوفه في الطريق. مثلا هذا كراس بارتي. خلنا نفرقع الجيش عشان تصيدون لهم. والله راح لابو 53 من هذا. اروى انا اشهد انها بنت عرب اصيله. وصلت الرساله. ها تجينا بالطيب. وات اكزاكتلي يو ثينك؟ عاد فيها مدري ايش. يلا يلا خلاص يلا مع السلامه. خلاص خلاص ما اريدك.
خلنا بسيف بس وجهك. تعال. طيب شخصيته جنرس ولويالتي وميرسي. اتوقع هذه تضبط. حلو. كريتيكال. I give an oath to my... ايوه هنا اللويالتي تلعب دور. ميرسي هذا نجيبه على العرق الدساس. سكسس او الحساس. المهم. وهنا جينيروسيتي. وميرسي 68-68 يقول كانوا اصدقاء ومدري ايش. اخترنا الميرسي نختار الجينيروسيتي. الله اكبر. والله ما يحتاج اخزن. اقسم بالله من اول محاولة. هذا كلهم سجناء عندي. انا ايش سويت يا رب؟ لا 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 دينار واحد يرضى. والله انك ذليل. يا رخيص. بلا دور الرخيص. سبحان الله كنت جاية. ولو تذكرون يا شباب دقيقة بذكركم. كانت معه المدينة هذه الأخيرة ريفل. ومعه القلعة هذه أو قلعتين كانوا معه. وطلع هذا برضه معاه. وجيته مليون أكثر إنسان جيت حاولت فيه وحطيت فلوسي كلها فيه. وعلاقاتي زينتها. آخرتها دينار واحد. وهذه عبرة لمن يعتبر. أوه هنا هاردوود يا سلام سلم. أنا نشتغل صح الحين بالحدادة. خلينا نشوف النورث باقي له 2900. خوزيت متسحوا. الوست متسحوا. باقي لهم يمكن مدينة واحدة. قلعة واحدة حتى مش مدينة. خلينا نشوف مكانها اوكي هم كانوا تحت صح. مكانها سيء صراحة ما يجي. النورث يعني عندنا النورث الحين هاجمهم. او البتانيان الساوث عندنا واو 11000 يتحاربون مع البلنديان 11000. والاسيراي حربهم مع مين؟ حربهم ما يحاربون احد يعني. والله حرب طاحنا 11000 11000. والسراء أو العرب جالسين ايش يطبخون بيض تحت. بتانين بعيد نوعا ما من المدن فلازم ادخل على الحمر او ادخل على البنفسجي. هلا بالوحوش. بلادور دراشا لسنش مدريش زنش الفارز دورينا نساعدهم شوية. قرنقش شيلوا 24000 تستاهلون. ضبطوا وضاعكم هاتوا جيوش. يلا مسج. متى رسلت المسج؟ اي صح كلان ثاني قوي عندهم ستورجيا قبل لا يمتسحون. كلان طيب في له 5 اشخاص والسور تقريبا 100 وفوق. ها وش رايك؟ هو يقول لك كلم هذا المشكله مسجون. هو اخوينا اخذه القاي. ابشر ابشر بكلم المدير حقكم. ايش الكشخه هذه؟ عريس اليوم ما شاء الله. نبي نكلم واحد من السجناء عندك يا طيب. ما يمدي. طيب اتوقع الحل اني افرج عنهم. ادفع لهم 300. والله عيب. يا اخي والله عيب. يلا ندفع بس عشان الكلان هذاك. كلهم نو. يلا خذ لك. 50 على الفاضي. ايوه من اول طيب. الحين هم طلبوا اعلان السلام. اوكي المفروض السجناء فري بيكوز اوف بيس. اوكي نعطيه شويه وقت وبنقدر نكلمه. جانج ليدر. اوه تعال تعال نخش. تذكرون يوم كنت احاول اقضي على عصابه وما رويتكم هذا الشيء؟ الحين برويكم اياه. ولد هذا الكمبانيون شوف جالس يقص على البنت وربي يهلس عليها وهي متفاعله بعد. اوه شيت. تعال يا وسخ. يور هاينس وش تسوي هنا؟ ما تخلي الواحد يشبك. فولو مي. لا حول. شوف اعطاني لا حول. معليش والله خربت هذا بس تشوفني ماسك السيف. عندنا شغل هنا بعدين واحد يشبك من العصريات. اقول لك استدعي استدعي الرجال. ما تدري هنا كم واحد. ما ودنا نوثق هذا الشيء بصوره سيئه. احنا ننجلد. اذكر كان في خيار يقول له جمع جمع لهذا. اتوقع لازم اروح التفرن. والله قريب التفرن. والله اني دريت انكم يا وسخين كلكم مجمعين هنا. gather all companion and find me. I'll do that. بيروح يجمع الرجال كلهم. طالع فوق. بيربش الشعب. الملك في المدينة الملك في المدينة. تلقى هذاك يقوم الغفوة. لا حول ولا قوة الا بالله. ايش الملك اللي ابتلشنا فيه هذا. شوف شوف جمعوا. اللي برا واللي داخل كلهم. كفو. والله حلو يوم يكون معك كمبانين واجدين. تشوفون هذا لا. اباكم سندفوهم. دقيقة اول شي لازم نكلمهم. What do you want؟ يخرب بيتك ما تعرف اني الملك؟ اريد ان الغي نظرة، عندك مشكلة؟ يقول اسمع يا صاحبي، هذه منطقتنا وما راح اسمع الا من الكينج حقنا راتا جوست، فإذا ما عندك سبب مقنع هنا اذلف، اوكي. I don't want any trouble. ما اريد اي مشاكل، يلا مع السلامة. ما اخذ اوامر منك يا وسخ. A mouthy one. ايه. At him lads. At him lads. عليه يا رجال. يقول ملسون بعد. هذا خلوه عليه هذا. هذا خلو علي. مرة واو صح؟ شكلي جيت عند أبسط إصابة. والله ولا على تجميع رجال وقومت هذاك من الغفوة. يقول لقد نظفت مجموعة من العصابات. هل تريد الانتظار حتى أنك تتأكد ما أحد من العصابات يجي يسيطر على هذه المنطقة؟ يس.
خلنا ننتظر. هو جاء واحد ثاني، هو جاء راتقست حبيبي والله، يقول لي يذلف الحين احسن لك بخليك تعيش. ساهم واحد معي. اوه انا فوق الخيل. شارج يا رجال، ايش تنتظرون؟ اوف 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 يا الكومبانيون، ما معي الا السيف هذا. شت لا 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 يا رجال يا اهل الحانة، والله ولا واحد. واو ووهو يا رب الكثرو، يا رب الكثرو، كان يبي لي اسحب لي رم من هنا. والله طلعوا الكمبانيين تسع مصابي فضيحته، خربيتهم العصابات قوية والله. انا صدت في البداية كذا بس شوية جواسيس. طيب النورث عندهم أرقرون وديثما، خلنا نسوي تراك عليهم نشوف. أرقرون وديثما، يا سلام، احتاج الدخل صراحة. نروح نخلص عليهم. كم قوتهم؟ 1900 ما شاء الله، والله مجمعين، والله مجمعين الرجال. تقريبا تعدينا 1000، تعديناها. المشكلة الحين هذا المفقريني فلوسي كل ما تنقص بسبب ان جالس ادفع لهم قرابة 10,000، فلا بد اني احتل بسرعة اغطي التكاليف من المدن الجديدة. الحدادة المشكلة كل شوي اصنع كم من سيف ويخلص الستامنا، فمحلل ابوهم كلهم. فيه قصف عليهم اساسا، من اللي حاربكم؟ فلندين، فلندين جالسين ياخذون منهم. اي والله توسعوا بزيادة الفلندين والله. خل بس المئة يوم يخلص معهم بعد شوي وارويك فيهم. نعلن الحرب ضد النورث. سبورت صفر، الله يخرب بيتكم. طيب حرشنا اقرب واحد هنا عشان نعلن الحرب ضدهم. اوف فلوسي 52 نقصت مرة كثير. 1000 ضد 20 طبعا ما مات ولا واحد. اقوى حصار والله، حتى ما شفت كم دفاعات فيه. حط الوحوش بس ما عندهم اكل، هذا الحلو في الموضوع. شوف كيف لاحظ من اعلن الحرب. فلندين يا مرحبا بكم، والله انا جاي بغيت اقول لك لي فلوسي كم، ما زالت سالب بس خف السالب 2000. حلو كسرنا السور من جهتين، وضد 500,000 ضد 500 اكثر من ضعفهم. ويست امباير بروبوز. اوه الويست يريد يتحالف معي، احنا متحالفين مع العرب ما نبي غيرهم. وظف الجنرالات. في فتحة هناك وفي فتحة هنا، عليهم يا رجال. اوف انحاشوا ولا بيدخلون داخل؟ انت عارف انحاش مع ربعك انت يا لب الكثر. وتلومني فيك يا الغالي. اوه اغرف. اوه اغرف اغرف اغرف. هذولاك دخلوا من الباب الثاني. يا حالات تفرفر بالخيل والله. اوه حركات والله. انا المكتب حقي الظاهر. اطلع يا خيل اطلع. لا عجبني المكان صراحة. 68 واحد مات. حلو مقارنة بال 500. هات الدخل هات. الحمد لله من سالب 2000 الى بلس 2000. شت وصلت 25,000. اللي بعده اللي بعده سريع. اوه 400 مقبلين على اساس بيرجعونها. تعال حياكم الله.
يا هلا ومرحبا ومسهلا وستن باير. لا يا حبيبي I'm so sorry. ها وين 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 يا طيب؟ درقد درقد وراه عجبني والله. التفت لي، تعال يا قلبي وين النحشة وين؟ جاي بيسترجع الشاب الألف في طريقه عود. اوه بيجتمع بالأربعمية اللي هناك، صده قبل لا يجتمع بالأربعمية. ناكلكم حبة حبة. أعطاهم نداء الاستغاثة، للأسف ليل تقريبا هذا باقي قوتهم 400 و400. يا إلهي يا إلهي. عشرين خيال معهم بس. زبنا في مكان وسخ بين الأشجار، سرعة التشارج تخرب. وين وين يا شباب؟ طيحنا الكابتن حقهم. هذه المعركة بس يبيلها توقف وتناظر. يا رجال كل تشارج وخلاص. والله مو بسهولة يستسلمون صراحة، هنيهم. الله لا يحطني مكانك. جميل، 54 واحد راح. ايوه شوف قلة الحياة بالله. ديفندرز 84 بيروحون بيسوون سيج. لا والله وين رايحين؟ يحرقون المدينة؟ يا الله يا قلة الحياة. لا واهل المدينة نقصوا منهم بعد. الرولر معاهم، حاكمهم حبيبي. ساحة صغيرة مرة. حرام معرض هذا الحرب. 28 حلوين. ونكمل المسيرة. نزيد التماسك. أنا دائما أنساه. يا أخي نروح ناخذ أمور. أوف يهجمون على بالجارد. بيس وذ نورث. لا 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 نورث بدري. نبغى بيس مع البلندين. نتفضى للنورث نتخلص منهم مرة واحدة. ننساهم. لأنه خليتهم على طول بيجون بيسترجعون هذه وبنتكب بالفلوس. حلو زادنا 3800. أعطى اللي بعده. أتوقع الجيش كله حقهم الباقي هنا. فراح يتعبوننا شوي. بعدين نجمع الجيش مرة ثانية ونواجه البلندين. ولكن أبغى أجيب العرب. العرب لازم أني أتحالف معهم. قلنا لكم نو يا أغبياء نو. لا حول ولا قوة إلا بالله. بنصرف 220 عشان أفهم الهبلان هذا. لا باقي لهم آخر مدينة يا أخي حمير الله العظيم. طيب خلنا نشوف كم الجيش هنا. صدمني 643. ودي حافظ على أكبر قدر من الجيش. أوف البرتيات لسه داخلة، يعني بيوصلون 1000 شكلهم هذا. أرجع خلنا نمسحهم مرة واحدة دامهم متجمعين. بيسيج أكل 6 أيام ما عليه. راح أنتظر لما يقل جيشهم. عندنا الأكل وعندنا التماسك. الحين نسدح لهم المباني كلها. عيش حلو كسرنا السور بس باقي الأكل. الحين جالسين يجوعون. السراي الله أكبر الله أكبر. يوه يوه وربي وقتك. أدرى مذكر أن بنته عندي. صهرتك على الفاضي أنا. هل 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 قال النسيب جيتك. أكسبت يا بعد قلبي أكسبت. أكسبت يا بعد قلبي أكسبت. دقيقة 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 دقيقة. الله أكبر. ولا أني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت طافها. 15,000 قال مالها الذيب. نتعاون معه 12,000 وهو عنده 6,000 ونمسك الحمران نجلد عينهم. هلا بالتعاون أخيرا. يعود التعاون ورب اللحظة المنتظرة. إيه يا شيخ كيف العلاقات معك؟ 50 50 راضي عني. الياس الياس الوحش 5. والله مشتاق لكم والله. إلا واحد كريه اسمه عوض. أدرم أفا وأنا أقول أنت اللي قردنتهم طلعت سالب 6. من تبون تحاربون بس؟ من يحاربكم؟ أوكي للحين أوكي للحين أمورهم طيبة. يا سلام يا سلام. ننتهي من الحلوين هذولا والحلقة الجاية تكون اندماج ضد على راحتكم. تبغونه ضد الفالنديان لأنه مرة 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 شطحوا في الماب ولا هذا حتى الساوف؟ والله مهم بعيد منهم. خلاص يا رجال يلا ليدنا صلت. ربي رد الروح يا أخي. هذا مود الدبلوماسية. أبغى أشوف الصورة مكسر. أيوه واحد هنية واحد هنية. والله لو ترتصون لين بعد بكرة وعد فيها من جنين.
ابلع هدات ابلع ابلع. الله اكبر. فوق روسكم وغرف اغرف يا شيخ. والحماس مليون. اوه رسبنا صباح الورد. يا صباح الورد يا لب الراية. بس هلا 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 بالقمر. هلا بسوسادة. ارحبي 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 عند الرجال. I am at your mercy. اكسبت. هات الفلوس هات الفلوس اللي عليكو. والله هات الفلوس. وين ذاك اللي يعطي الفلوس؟ تاكس تاكس ماركت بليس. يا سلام ضرب ثلاثة. يعني بيجينا رزق طيب من هذه المدينة. كان نسيت المحلات انا. اي والله خمسة من ستة حلوين. بس هالمكان سيء. المحل ان شاء الله راح نفتحه في الحلقة الجاية في المنطقة الآمنة في تيال مثلا او ماكب. يمكن ما عندنا محل هناك. ف والله ما ادري يا شباب. اقسم بالله ترويج للحلقة الجاية. خلاص شوف الخضار. يا سلام سلم. يبونها مع الساوث رحنا للساوث. يبونها على الحمران رحنا على الحمران. اقسم بالله انهم اعطوني حماس. خصوصا خصوصا الحمران هذا انا اقسم بالله قوة. والله قوة. دروعهم مرة قوية. فتعاون رهيب جدا. خلنا نجيب الكاميرا هنا. شكرا لكم على المشاهدة يا شباب. ادعموني باللايك. شكرا خاص لمن تسمين القناة. وشكرا موصول كل من دعمني باللايك كومنت. ونراكم على خير في حلقة نارية بإذن الله. استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.